يلا السلام عليكم طبعاً. اليوم ضيافتنا اخونا عمار الشمري، احد قواتنا المميزين باقتناء الحمام المميز. عمار يعني صار له اعرفه صار تقريبا ما يقارب 7 سنين 8 سنين 9 سنين ما يجني الا الحمام المميز، واليوم ضافنا واختنا زوج من الحمام المميز اللي بستوكات يعني للتوزير. صراحة هذا الحمام كنت يعني مناوي هذا الحمام يطلع، بس اخونا عمار اليوم ما اعرف سوالي ما اعرف سوالي. المهم بالعافية عليك وصاير شايف كل التوفيق فيه. ما اعرف سوالي. هذا الطير ابن الاسطورة كثر احد استوكاتي، وهاي السنة طار لنا طيرين ما شاء الله اثنيناتهم رغم الظروف اللي صارت عندي الحمامي بنات اثنيناتهم حققوا مراكز متقدمة يعني سباقات الدوري. بنات طيرين طارين على طيرتين. هذا ابوه الكتل غني عن التعريف ما نحتاج نقول له، وامه نيو اولمبيك جريل، امه من حمام ليو هيرمنز، امه بطله بجنحها، امه اولى ناشونال ايس بيجن سباقات البرتغال، وامه اولى اولمبيات كذلك، ثانيه على 39,000، ثانيه على 8,000، ثانيه على 6,000، ثانيه على 6,000، رابعه على 7,000، وعندها يمكن مركز 10 او 16 موجودات بالشهاده هنا. هسه يحيى شهاده المهم احنا خلينا نكمل هاي عرفتي. هذا الطير 2017 رقمه 4 2 3 1 1 6 1 161. طير من الكتل وامه بطله بجنح من حمام الليو هيرمنز، امها معروفه ومشهوره باوروبا. هسه انا اجيب شهادته. هذا الطير امه فايزه لحد ال 350 كيلو. طير يعني من الحمام المميز من ابناء الكتل اللي طلعت. وهذا الطير صراحه يعني انا كان عندي يعني مشروع غير مشروع بهذا الطير، والطير كان احد استوكات يعني، وبصعوبه بصعوبه جدا لما حصلته من يانيك دريك صاحب فلاندرز كولكشن. طير مميز وشايف كل الطير بيقوله طير خارق مواصفاته كلش حلوه، نعومه جسم ظهر. وهذا مهم الثمره على الكتل. الكتل بس ما عمره ايش هذا الكتل اول ناشونال كي بي دي بي معروف، وهاي امه من حمام ليو هيرمنز نيو اولمبيك جراند، امه اولى قرب من هنا اولى ناشونال ايس واولى اولمبيات ايس بال 2017، ثانيه على 39,000 بال 346 كيلو، ثانيه على 7,000 بال 346 كيلو، ثانيه على 6,000، ثانيه على 6,000، رابعه على 7,000، 10 على 3,000. اختها تاسعه ناشونال على 1439، وهذا هن خواتها همين كذلك غالبات. فطير مميز وشايف كل الخير اخونا عمار بيه يستاهل. الله يسلمك.